الاسم أستاذ ياسين سقال، أستاذ مديرية الحي الحسني. هذا الشكل الاحتجاجي اليوم اللي كتنظمه الشغيلة التعليمية هو عبارة عن اعتصام جزئي أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين دار بيضاء 16، رفضا للتوقيفات، استمرار التوقيفات. إذن كاين أزيد من 7 ديال الأساتذة اللي مازالوا موقوفين على خلفية الممارسة ديال الحق العادل والمشروع ديالهم في الإضراب، وكاين أيضا الأساتذة اللي استأنفوا العمل ولكن خداو عقوبات اللي هي قاسية مثل التوبيخ والإنذار بما يعتبر جريم الحق في الإضراب والتظاهر السلمي. هاد العقوبات كنرفضوها كأساتذة، كنرفضوا الاستمرار ديال التوقيفات. إذا كاين أساتذة موقفين أكثر من 6 شهور، قرابة 6 أشهر، بالإضافة إلى توقيف الأجرة وما يعني من توقيف الأجرة، خاصة حنا في هذه الظرفية اللي هي حرجة وكتعرف يعني الغلاء ديال الأسعار والظرفية ديال العيد، وكاين أساتذة يعني قرابة 6 أشهر الأجور ديالهم موقوفة على المستوى الوطني ولا على المستوى جهة الدار البيضاء 16. إذا حنا في هذا الشكل الاحتجاجي وهذا الاعتصام الجزئي كندوا بداك العقوبات وكنطالبوا بالسحب ديالها اللي فرضوها على الأساتذة، إضافة كنندوا وكنرفضوا بالاستمرار ديال التوقيفات ديال الأساتذة بشكل عام داخل مديرية الحي الحسني ولا داخل جهة الدار البيضاء 16. كنا نمني النفس بالكرامة أولا، كنا نمني النفس بالعزة وبالاحترام عندما ترى بعينك انتهاك الحق في الإضراب، أنه أستاذ يضرب على العمل من أجل حقوق مادية ونقابية، فإذا به يلقى راسه موقف. يعني الطموح ديال هاد الأساتذة اللي هنايا هو الكرامة، هو الاحترام ديال الحقوق والعدالة وما إلى ذلك، ماشي وضعية مهنية معينة. أستاذ هو كيحمل واحد المشعل ديال الكرامة، ملي كيحتج وكيخرج وكيطالب بالتحسين ديال الوضعية وكيطالب بأنه يكون واحد العيش كريم ماشي غير ليه، الجميع اللي كيعيشوا داخل المنظومة التعليمية. هذاك المتعلم راه ما يمكنلوش يقرا مزيان لما كانش كيعيش ظروف اجتماعية واقتصادية مزيانة. ألوغ ملي كيطالب الأستاذ بتحسين الظروف الاجتماعية داخل المنظومة، فراه كيطالب بتحسين الوضع ديال الشعب كله، ماشي راه المغرب كله كيقرا في المدرسة، حتى اللي ما كيقراش حاليا راه فايتلو قرا ولا ولادو غيقراو. ألوغ ملي كنطالبوا بتحسين ديال الواقع ديال المدرسة، راه كنطالبوا بتحسين المجتمع. ألوغ هاد الناس اللي كيوقفوا هاد الأساتذة وما كيبغيهمش يطالبوا بحقهم، راه ما باغيينش الخير هاد المدرسة. واش الأساتذة طالبوا شي نهار شي مطالب خيالية؟ طالبوا بتحسين الظروف ديال العمل وتحسين السياق ديال الشغل داخل المنظومة التعليمية. الرسالة ديالنا راه واضحة، الرفض ديال التوقيفات، الرفض ديال العقوبات، المطالبة بسحب التوقيفات وسحب العقوبات اللي تفرضت على الأساتذة، والاهتمام بالتعليم، لأن التعليم هو الركيزة ديال المجتمع، هو الأساس ديال التقدم، وبالتالي التهميش ديال التعليم فراه تهميش ديال المجتمع. بالنسبة لهذه الوقفة هذه جاءت نظرا لاستمرار التوقيفات في حق واحد المجموعة ديال الأساتذة اللي كيبلغ 45 أستاذ في جميع ربوع المملكة، بالإضافة لسبعة ديال الأساتذة من جهة ديال الدار البيضاء 16، اللي من ضمنهم واحد 3 ديال الأساتذة بما فيهم هذا عبد ربي من داخل المديرية ديال الحي الحسني. وبالتالي نستنكر هذه السياسة ديال التماطل وديال الجرجير، وبالتالي هنا رسالة على أن الجهات المعنية ليست لها نية أن تطوي هذا الملف هذا بإرجاع جميع الموقوفين، وكذلك نستنكر العقوبات التي صدرت في حق زملائنا الذين عادوا مؤخرا وبشكل ظالم، لا لشيء إلا لأنهم مارسوا حقهم في الإضراب والتظاهر والاحتجاج وكذلك حرية الرأي والتعبير، وهذا شيء يضمنه الدستور المملكه اللي هو اعلى قانون في الدوله وكذلك المواثيق الدوليه. واكثر من هذا ان في هذه المرحله اللي هو المغرب يترأس المجلس الاممي ديال حقوق الانسان، ولكن هناك جهات اخرى تسير عكس التيار، ولكن كل هذا سيزيدنا الا اصرارا وصمودا وثباتا حتى يتم ارجاع جميع الموقوفين والغاء جميع العقوبات الجائرة والظالمة. وهو بالنسبة للإضراب ديالنا جاب سياق واحد اللي هو الرفض ديال النظام الأساسي وكذلك التعاقد، لأنه ما جاش كيلبي الحاجيات والتطلعات ديال الشغيلة، وهذا هو اللي دفع الشغيلة على أنها تخرج، باش أنها تطالب بواحد المجموعة ديال المكتسبات اللي كانت سابقا واللي ضحات على الشغيلة منذ السنوات،
وبالتالي حنا ما يمكنش ان يتم واحد الهجوم على هذه المكتسبات هذه، واننا نرضى بواحد الوضعيه اللي هي هشه سواء الماديه او الظروف اللي كيشتغل فيها رجل التعليم. وبالتالي ان هذا الحراك هذا التعليمي انه حقق واحد الجزء بسيط من المكتسبات، وبالتالي بقيت هناك مكتسبات اخرى يجب على الحكومه والجهات المعنيه على انها تفاعل، وخاصه انها في اخر المراحل ديال النهايه ديال الولايه ديالها، وبالتالي انها خاصه تعيد النظر في واحد المجموعه ديال الملفات ديال الشغيله التعليميه وانها تلبيها، لان كان الثقف في الحمله الانتخابيه كان الثقف فوق الاحلام وفوق التصورات ديالها، ولكن الواقع قال شيء اخر، لانه كان واقع مرير، ولولا هذا الحراك التعليمي لما تحقق هذا الجزء البسيط. وبالتالي هذه رساله باش يتم ارجاع الثقه للشغيله التعليميه ولو جزءا معينا، وان خاص الحكومه ان تعاود اعاده النظر في الملفات المتبقيه. وشكرا.